من كنت مولاه فعلي مولى. الولاية، ما معنى الولاية؟ ما معنى الولاية؟ أولا قوله إن الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن وأنا ولي كل مؤمن. أما ولاية الله عز وجل، مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث، قال إن الله عز وجل مولاي، إن الله عز وجل مولاي، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أن الكافرين لا مولى لهم. أنواع الولاية، أنواع الولاية، هناك الولاية بما يسمونها الولاية التكوينية، الولاية التكوينية، هو التوحيد واحد، لكن فقط لما نقول ربوبية أو ألوهية إنما نبين يعني معاني التوحيد، معاني التوحيد في فروعه. فما كان من عند الله نازلا بأفعال الله عز وجل يسمى ربوبية، أفعال الله تسمى ربوبية، وأفعال العباد إلى الله يعني الصاعدة من الأسفل إلى الأعلى تسمى إيش؟ ألوهية. وضعت؟ أي لكنه توحيد واحد. نأتي عند الولاية الثانية وهي الولاية التشريعية، الولاية التشريعية وهي ولاية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولاية الأنبياء أيضا، ما يدل على أن المؤمنين كلهم داخلين في الولاية، وأحق الناس بها هو الإمام علي رضي الله عنه وهو من المؤمنين، وهو من المؤمنين. المفهوم من هذه الولاية، ولاية المؤمنين، جعل الله ولاية المؤمنين لبعضهم البعض بإقامة الأعمال الصالحات كما قلنا، فولاية المؤمنين بعضهم لبعض أقوى من الولاية النسبية والسببية. ولاية المؤمنين لبعضهم تكون ولاية مودة ومحبة وتفاني، فالمؤمن مع المؤمن يتفانى من أجل أخيه حبا ومودة، ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة بماله ونفسه وولده وبكل ما يملك. في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.